أنا فرحانة بزاف الحضور ديالي ومشاركتي اللي كتعني ليا بزاف اليوم في جديدة في مازاكون كافتون. كنشكر جمعية الأيادي البيضاء على الانفيتاسيون. شكرا مازاكون على الانفيتاسيون. اليوم كان القفطان حاضر بقوة، أنا فرحانة بزاف بزاف. كان حفل زوين، نشطنا فرحنا مع جمهور جديده. كنظن ان ماشي غير جمهور جديده ديال كازا، ديال الرباط والنواحي. كانت حفله زوينه، نتمنى من الله تكون عجبات كاع الناس اللي جاوا حضروا. شكرا لهم بزاف. زوين انني نكون ما بين الحضور اللي جايين لهذا المهرجان. بالنسبه لي انا ديال القفطان كنشوف بزاف ديال المصممات كيتنافسوا منافسه شريفه على احسن تصميم، احسن قطعه ديال القماش، احسن خياطه، باش ان شاء الله يوصلوا بها للعالميه كيف ما هو القفطان واصل للعالميه. فجيت سعيده اني نكون وحده من الناس اللي غادي يشوفوا هاد التصاميم لاول مره. الحمد لله الحفلة دازت مزيانة والعروض كانت مزيانة والجمهور مستمتع. كأي مغربية اللي كنشجع الأصالة ديالنا والتراث ديالنا، القفطان المغربي راه افتخار لينا. فاش كنلبسوه كتحسي بالهمة ولا لا، يعني ما كاينش بحالو، خصوصا داكشي القديم. يعني ولينا كنرجعوا لداكشي القديم. اي كاينين المصممات ما شاء الله عليهم كيتفننوا، ما دائما كيبقاو شادين في الاصاله ديالنا القفطان المغربي الحر. الحضور ديالي انني جيت باش يزع السطاب ديالي اللي ماكي اللي مانكا، لا بالنسبه للماكياج ولا بالنسبه للتسريح، كذلك ماكي بيان سور الفنانات الاعلاميات اللي معنا هنايا في الفيستيفال. القفطان المغربي هو تراث مغربي وكنشوفوه في جميع المناسبات ديالنا، في الاعراس ديالنا، في الحفلات ديالنا، وكنفتخروا به كتراث. هو عنواني، هو اصلي، هو يعني لي الكثير. يعني ملي كنلبس القفطان فانا كنتغنى ببلادي، كنقول بلدي هي لباسي. هو القفطان المغربي ديما كيشرفنا عبر العالم، تنفيختي. دونك شكرا لكاع الناس اللي كيبدعوا في القفطان المغربي بلا ما يخرجوا شويه على يقارضوا الاصاله. شكرا لهم كاملين اللي كيشرفونا. المكياج والشعر والقفطان عنده علاقه واحده، الا ما كانوش متكاملين بثلاثه ما تتكونش ديك الاطلاله الحلوه للقفطان المغربي. بالنسبه لي انا وبالنسبه لاي امراه مغربيه، هي الهويه ديالنا حنايا كمغربيات، هي الثقافه ديالنا، هو التقاليد ديالنا. ما يمكنش شي مناسبه تكون بلا ما نكونوا حنا مزينات بالقفطان وكندافعوا عليه بشراسه، سواء في بلادنا او لا خارج البلاد. تعليقاتكم كتهمنا، وما تنساوش تابوناو باش يوصلكم دائما الجديد.